أستاذ محمد فاضل. يعني أستاذ محمد، عندما أطلقت التي آر تي ما انتبهناش مين اللي قاعد في الصفوف الأولى، وليه الجزيرة راحت تعلمهم، وليه الأتراك عن برغم أنهم بيدرسوا اللغة العثمانية عايزين يكلموا العرب، وأشياء كتيرة جدا. سلاح الدراما، سلاح فيما يبدو من أسلحة أردوغان الأخيرة، في رأي حضرتك خطورة السلاح، ولماذا نحن غائبون في هذه أو في هذا الميدان في هذه المواجهة؟ أولا أنا بشكرك جدا لأنك أما تشير لأن الدراما التركية أو المسلسل التركي أحد الأسلحة اللي هتستخدم في المعركة الحالية والقادمة، ده يعني أعتقد وخصوصا طول عمرنا نقول يا جماعة الفن ده جزء من الأمن القومي، الفن جزء من الأمن القومي ولا حد سامع. يعني الكلام ده ابتدى من أول 2007 لما هجمت الدراما التركية، أعتقد أول يعني دراما تركية تذاع في مصر كانت في التاريخ ده، وقلنا وقتها قالوا ده هم الفنانين الأمين نجاح الدراما التركية، وإن الدراما التركية فيها مناظر، وإن فيها لا الدراما التركية فيها قيم بأشياء تختلف عن مجتمعنا تماما. واستمرت، وطبعا يوم ما تقدمت الدراما التركية كانت بتتباع بسعر رخيص جدا، فاتخذت من كمسألة اقتصادية لبعض المحطات، إلى أن احنا وصلنا دلوقتي إلى مرحلة إنه في مسلسل بيكتب عليه أول مسلسل مصري في القالب التركي. مسلسل مش عايز اقول اسمه، لا مش عايزين. ثم مسلسل اخر انتج في رمضان السنه اللي فاتت وعرض، ده هقول اسمه الناس عارفاه، اللي هو بتاع الخديوي بتاع سرايا عابدين، يعني اللي هو نسميه مغامرات الخديوي اسماعيل. يعني برضه حاول انه يقلد حريم السلطان يعني، وعمل بقى جزء ثاني وسامع انا ان في جزء ثالث، وهيقول لك لا ده في مصر. لا بس هو كان واخد نفس الإطار والأسلوب بتاع حريم السلطان. إذن هي سياسة ممنهجة شغالة كويس قوي بقالها كم سنة، وبتوصل بقى لذروتها دلوقتي. ليه؟ لأنه الدراما اللي بتنتج في مصر دلوقتي دراما قطاع خاص فقط، والقطاع الخاص بيدور على الكسب السريع، نقدر نقول معظمه يعني، عشان برضو ما نظلمش القليل قوي اللي ممكن يبقى كويس. يعني بتتوقع الرسالة اللي الرئيس السيسي طلبها من صناع الدراما في مصر وصلت ولا هنتفاجئ؟ ولا حد ولا كأن حاجة اتقالت. صحيح. وتعمل برضو مؤسسة أخبار اليوم عملت مؤتمر كبير جدا كان تحت رعاية الرئيس أيضا، وحضر رئيس الوزراء، وطلعت فيه مقررات خاصة بالدراما، خاصة بتطوير الانتاج الدرامي في مصر عشان يواجه. هو مش حكاية ما الصناعة نفسها شغالة، يعني في السنة اللي فاتت كان في 70 مسلسل، والسنة دي ممكن يبقى في 60 مسلسل، بغض نظر عن الناتج المجتمعي بتاعهم او عن المحتوى. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل، والحقيقة يا صناع الدراما في مصر، يا مؤسسة الرئاسة، يا كل المعنيين بأن المعركة متنوعة الأسلحة، أرجوكم انتبهوا، لأن حتى القادم من إنتاج ولادكم والمؤسسات الخاصة جزء كبير جدا منه إذا ما كانش كله هيكون خارج عن ما تريدون، خارج عن ما تريدون. هخرج لفاصل سريع علشان نرجع للأستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي.